صدمة كبيرة شكلتها نسبة الانتخابات الرئاسية في الخارج لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 8% فقط من أصل 3 ملايين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. مراقبون أعزوا سبب هذه النتيجة إلى فقدان أردوغان شرعيته. ترشح أردوغان لمنصب رئاسة الجمهورية كان السبب الرئيسي في عزوف العديد من الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، لأن لديهم قناعات بأن أردوغان ارتكب العديد من الجرائم في المنطقة، وهو يسعى للوصول إلى سدة الرئاسة ليحصن نفسه من المحاسبة والعقاب. ولكن الشعب التركي لن تمر عليه هكذا ألاعيب، والإقبال الضئيل على التصويت في انتخابات الخارج خير دليل. بعض أحزاب المعارضة أكدت مقاطعتها للانتخابات واعتبرت أن المشاركة فيها تمنحها الشرعية التي لا تستحقها، لأن أحد مرشحيها هو أردوغان الذي دعم ومول الإرهاب في المنطقة. نسبة الإقبال الضئيلة في الخارج تعكس الصورة الحقيقية للشارع التركي بشكل عام، حتى أن بعض الأحزاب السياسية في تركيا قررت عدم المشاركة في هذه الانتخابات لإيمانها بعدم شرعيتها. أوساط المعارضة التركية أكدت أن أردوغان الذي تدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة ومنح وألغى صفة الشرعية عن زعمائها تلقى صفعة من ناخبي الخارج الذين أفقدوه الشرعية. العديد من الناخبين يدركون تماما أن أصواتهم لن تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا ما رأيناه في الانتخابات البلدية مؤخرا والتي لم تتحلى لا بالديمقراطية ولا بالنزاهة، حيث أن النسبة الحقيقية لحزب أردوغان هي 25% فقط، ولكن طرق التزوير والتجييف كانت سببا في نجاح حزب العدالة والتنمية، ولهذا الإقبال على الانتخابات الرئاسية في الخارج كان بهذا الحجم. مراقبون أكدوا أن الناخب التركي لم يعد يثق بنزاهة الانتخابات، معتبرين حملات الإعلام الضخمة الممولة من خزينة الدولة للترويج لأردوغان تؤثر على قرار المواطن التركي باختيار مرشحه الرئاسي. نسبة المشاركة المنخفضة في انتخابات الخارج اعتبرها مراقبون دليلا آخر على فقدان أردوغان لشرعيته وعدم أحقيته في الوصول إلى سدة الرئاسة. أديب عبد الفتاح، التلفزيون العربي السوري، أنقرة.